مجموعه من النهائيات. اليوم في هذه اللحظه كيلعب مع بركان حصل على كاس العرش، فاتوش السوني كاس العرش وتو كاس الكونفدرالية. بغيتكم تشجعوا وتصفقوا بحرارة واحد سنة وسنان على يوسف السحري لاعب شيخ مرحبا سي يوسف، شرف كبير انك تواجد اليوم في الدورة الأولى ديال مهرجان ايت لاصل هنا في بن سرقاو، وكلكم اليوم واحد الحاجة بأن السحري راه زدت عنده بنية وليد زاد عنده وليد، بغينا واحد سنة وسنان واحد زغريطة الله معاك الله يكبرك بزاف الله يكبرك. غادي نعيطو اللي غيسلم ليه التكريم، واحد من الشباب اللي تألقوا بشكل كبير انهم ينضموا لهذا المهرجان ديال اي كلاس في النسخة الأولى، غادي نعيطو على وليد العويني شاب من شباب بن سرقاو. الصراحة هذا السيد هذا تصبح له القبة لأنه ساهم بشكل كبير في إنجاح هذه التظاهرة الفنية هنا في بن سرقاو. عندما تستمع غير صورة تذكارية مع اللاعب المتألق يوسف الفحلي ووليد العويني فوق منصة اي كلاس غدوتني يتنس ليجوان. شكرا جزيلا سيد يوسف، تهنئتك. ايتما تستمع ركن الشيخ بالرجل الطيب الاب السيد حسن هندي، ركن في قد حارة سيد حسن هندي يا نغمي تاني فانتوك في الرياضة لفاتوك الشباب لأنه ساهم بشكل كبير لأنه يطور موهبة ديال مجموعة من اللاعبين. هاد السيد والله نهضر تنعيا ولكن ما غاديش نوفي حقه لأنه الصراحة ما خداش حقه، وهاد السيد كنتمنى من المسؤولين ديال الرياضة وكذلك الفاعلين الجمعويين بمنطقة بن سرقاو أنه تكون واحد الانتفاضة قوية ليه لأنه يستحق. والله العظيم إلا بغيت لكم بغيت واحد الصلاة والسلام عليه اليوم يكون خاصة للتساؤل. يلا نعاودوها سماء اسلام الشاهدة الجاه الله الله يكبر الصحاب. هالعيد كان يتحققكم السيد حسن هندي الرجل الموجود الرجل المتواضع والرجل الذي اعطى الكثير للصحة الرياضية. السيد حسن هندي كان مركب فاعل مجان من اي تواصل العائله ميت هندي بن سرقاو. حسن هندي رجل اعطى وما زال يعطي، وكما قلت غنعاودها لم يعطى له حقه في بن سرقاو ولا في الساحه الرياضيه. اتمنى الالتفات من جميع الرياضيين بالمنطقه وكذلك الشباب لاطرهم وساهم انهم يوصلهم الأندية الوطنية المغربية، لأن هذا السيد هذا هو مجموعة من الشباب من منطقة بن سرقاو ساهم بشكل كبير أنه يخرج مجموعة من الشباب إلى الاحتراف. دونك هذا السيد هذا نعاود نصفقوا عليه والله لأنه يستحق. أنا غير كل إيان صغميت اللي ساهم باش تيلي المهرجان هذا يجي المهرجان غير بن سرقاو شاب طموح رائع جميل. أنا غير كل يا غي المساهم مجموعة أي كلاس مروان أوديكا هذا سيقدم شهادة تقديرية واحد بوكن يورد السيد هذا كيستحق على أكثر لأن هذا الهدية اللي عطيناه له التكريم هو تكريم رمزي لأن قلت المجهودات ديال الشباب لأن قالوا لي ما كرهناش نعطيوه أكثر ولكن حنا ولو هذا السيد عزيز علينا خصنا نتفكروا صورة تذكارية وتسليم الشهادة التقديرية والبوكلي ديال الورد لهذا الرجل الطيب صراحة والله العظيم انت تعاودوا على شي تصفيقة صورة تذكارية. سي حسن تنميرتك غودان كيف نجان تنميرتك ركبها لسني ميرغ سي
سي حسن تكا يا تكريم، التكريم راه رمزي، تكريم رمزي هو تكريم. ولكن عنده واحد الميزه كبيره من هذا الشباب، لان الشباب اليوم هذا الشباب اللي كيعترف مجهودات ديال الناس اللي عطاو الشأن الرياضي، هذا الشباب كان حيهم وكان مصعب من قطعه وكان ميكس سيمر وكان ميكس حسن، راكم اتخذوا الثقه في نفسك.